بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا معكم للحلقة الثالثة. هنشرح فيها الدرس الثالث الفصل الأول، قانون أوم للدائرة المغلقة. صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. شايفين الدائرة دي؟ عبارة عن ايه؟ مقاومة خارجية ومقاومة داخلية. المقاومة الداخلية دي جوه البطارية، يعني يعني لازم البطارية بقى ليها مقاومة داخلية أو مهمل المقاومة الداخلية، يعني الار سمول بصفر أو ذات قيمة. تمام. انا ليه عامل كده مربع ده؟ لان هي دي بتبقى مع بعض، لازم يبقى مع بعض، اما بالشكل ده هو بيعملها لك كده البطاريه، وكاتب لك فوق قيمه الفي بي، وكاتب لك تحت قيمه ايه الار، ومتصل بالمقاومه الخارجيه. تمام، وادي الفولتميتر متوصل بين طرفي البطاريه. تمام، الفولتميتر هنا خلي بالك يقيس فرق الجهد بتاع البطاريه ككل، ويقيس فرق الجهد ايه بتاع الدايره ككل. فهو فرق الجهد بين قطبي العمود، هو فرق الجهد بين ايه الار توتال ككل. تمام. صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. هنا التوصيل، هنا المقاومه الداخليه دي متوصله توالي مع المقاومه الخارجيه، وبالتالي فرق الجهد هيتجزا، يبقى الفي بي بيساوي الاي في الار زائد الاي في الار سمول. تمام، تعال هنا انا اخد الاي عامل مشترك، يبقى هنا ار زائد ار بيساوي الفي بي. انا عاوز قيمه الاي، اقسم هنا على ار زائد الار، واقسم هنا على ار زائد الار، نديرهم عليه، وبر اي بيساوي ده القانون ده في بي على ار زائد ار سمول، او ار توتال زائد ار سمول. صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. ده اسمه قانون اوم للدايره المغلقه. انا مشي لك كده بالترتيب وبالشكل حلو اهو. بص انا مشي لك خطوه خطوه، اعمل لك ده قانون اوم للدايره المغلقه، وكل حاجه منظمه وموجوده في المذكره بتاعتك، فلازم تذاكرها. تعال نطلع قانون تاني. تمام، ايه هو بقى؟ نشتغل بيه برضو في المثال وكده. كل قوانين بتطلع من القانون بتاع القوه الدفع الكهربائيه. هنا الفي بي قلنا بيساوي الاي في الار زائد الاي في الار سمول. الاي في الار دي اللي هي في. تمام، تعال هنا نكتب في بي بيساوي الفي زائد ايه الاي في الار، ودي الاي في الار بشاره مخالفه، يبقى الفي بتساوي دي هتروح بشاره مخالفه، في بي ناقص اي في الار. تمام. انا ده قانون بنشتغل منه لحساب القوه الدفع، الحساب ايه فرق الجهد، قراءه الفولتميتر. انا لما بحسب قراءه الفولتميتر بستخدم القانون ده. تمام، صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. طب انا عاوز تعريف القوه الدفع الكهربيه. بيقول لك ايه؟ قوه الدفع الكهربيه هو فرق الجهد بين قطبي العمود في حاله عدم مرور تيار كهربي. في حاله عدم مرور تيار كهربي دي هتبقى بصفر اهو، شايف اهو، هنا جال لك فرق الجهد بين قطبي العمود، يعني الفي بيساوي الفي في في حاله عدم مرور تيار كهربي. الاي في الار اللي هو فرق الجهد الداخلي بيساوي صفر. فهنا لما اجي اعوض في القانون ده هكتب هنا زيرو، يبقى الفي بيساوي الفي في فعلا القانون. يبقى انا بفهمك القانون جه ازاي، فرق الجهد بين قطبي العمود في حاله عدم مرور تيار كهربي. تمام، دي الفي اللي هي فرق الجهد بين قطبي العمود، والفي بي هي ايه قوه الدفع الكهربائيه للعمود. صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول لك علل يزداد فرق الجهد بين قطبي العمود عند زياده المقاومه الخارجيه. زادت المقاومه الخارجيه، المقاومه الخارجيه زاد، يبقى التيار الكل ايه؟ يقل. التيار يقل. طب طبقا للعلاقه اللي فيها في بيساوي الفي بي ناقص الاي في الار، التيار قل، ويبقى اذا فرق الجهد الداخلي كله هيقل. تمام، انا الفي بي لما بنقص منها قيمه قليله، لما بنقص منها قيمة قليلة يبقى إذن قراءة الفولتميتر تزداد اللي هي الفي. تمام أهو، يبقى طبقا للعلاقة الفي بي الفي بيساوي الفي بي ناقص الأي في الأر، عندما تزداد المقاومة الخارجية يقل شدة التيار زي ما قلنا، وبالتالي يقل فرق الجهد الداخلي اللي هو الأي في الأر، فتزداد فرق الجهد بين قطبي العمود. صلي بينا على النبي. هنا علل بيقول لك فرق الجهد بين قطبي العمود أقل من الفي بي. هنا الفي بيساوي الفي بي ناقص الاي في الار. قال لك لان جزء من الجهد الكهربي يستنفذ في المقاومه الداخليه، لان جزء من الجهد الكهربي يستنفذ في المقاومه الداخليه. الفي دي عباره عن الفي بي ناقص حاجه منها، يبقى هي اكيد اقل من الفي بي،
شوف انا بفهمها لك بالطريقه البلدي، وتعالى نكتب ايه، هنكتب ازاي في الامتحان، لان جزء من الجهد الكهربي يستنفذ في المقاومه الداخليه. هنا في جهد بيستنفذ في المقاومه الداخليه، تمام تمام وبالتالي ايه ساعتها الفي مش هتبقى اقل من الفي في، تمام. اوجد الميل، يعني ايه اوجد الميل؟ تمام، انا بقول لك بالبلدي كده، شوف اللي مش مكتوب على الرسمه واكتبه. شوف هنا عباره عن في والاي والفي في، ادي الفي وادي الفي في وادي ايه الاي. ايه اللي مش موجود في القانون هنا؟ اكتب هنا الميل بيساوي، اللي مش موجود سالب ار، سالب المقاومه ايه الداخليه. ادي عند الفي وادي عندك الاي وادي الفي في، تمام. صلى على الزين عليه الصلاه والسلام. يبقى اوجد الميل، يبقى انا اللي مش موجود بكتبه. يعني مثلا انا كان هنا بيقول لي الميل هنا في وهنا اي. الميل الار بتساوي الفي على اي، الميل بيساوي الار اللي مش موجوده. شوف موجود الفي وموجود الاي، يبقى اللي مش موجود بكتبه. يبقى الميل انا بكتب اللي مش موجود في القانون. يبقى طريقة سهلة خالص لإيجاد الميل، اللي مش موجود بكتبه، اللي مش موجود بكتبه. بص صلي بينا على النبي، شوف البطارية متوصلة مع البطارية دي منظرها ازاي، اتجاه التيار ماشي كده كده مع اتجاه التيار ده، فالبطاريات هنا تجمع. بص هنا البطارية متوصلة مع البطارية دي ازاي، اتجاه التيار ماشي كده وده ماشي كده عكس بعض، البطاريات تطرح. ركز، ادي شكلهم هما جنب بعض وشكلهم هما فوق بعض، بيبقى عامل ازاي؟ تمام تمام. صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. هنا البطاريات تجمع، انا هنا قلت لك هنا قانون اوم في الاي بتساوي، هنا البطاريه تجمع يبقى الفي بي زائد في بي 2، وهنا ار زائد ار اسمه الواحد زائد ار اسمه الاثنين. ده القانون اللي احنا استنتجناه في الاول، فاكرينه؟ تمام. وفي واحد بيساوي الفي بي واحد ناقص الاي في الار واحد، وفي بي وفي اتنين بيساوي الفي بي اتنين ناقص الاي في الار اتنين. دي قراءة فولتميتر واحد وقراءة فولتميتر اتنين. وانا فهمتك احنا جايبين القوانين دي ازاي الورقة اللي فاتت. ركز معايا، تمام. تعالى بقى الحالة التانية. هنا بقى لما بنطرح لازم يقول لك هو بطاريه مين اكبر من الثاني، قال لك علما ان في بي في في بي 2 اكبر من في بي 1. بالتالي انا لما اجي استخدم قانون اوم، في بي 2 ناقص في بي 1 على ار زائد ار 1 زائد ار 2، تمام. صلى على الزين عليه الصلاه والسلام. انا عاوز اجيب قراءه فولتميتر 1، في بي 1 في بي 1 استنى زائد ليه؟ اقول لك انا دي في بي واحد البطاريه اللي هي قليله فبتشحن، انا بديها بتاخد شحنه زياده، يعني بتاخد بتجي لها حاجه زياده مجمع، تمام. يعني انا باخد يبقى ايه بجمع على زياده طاقتي، يبقى اي في ار واحد، تمام. في اتنين قراءه الفولتميتر الثاني في بي اتنين ناقص، ليه ناقص؟ هقول لك انا، لان بفرغ انا الكبير، انا بفرغ للبطاريه الثانيه، شحنتي بتقل سالب، يبقى انا هنا عامل لك موجب عشان جمعنا هنا علشان بتشحن البطاريه اللي هي الصغيره، انا اهو في بي 1 اقل من في بي 2، في بي 2 هي الكبيره فهي بتفرغ، ناقص بنقص من شحنتي علشان ادي البطاريه الثانيه. فهمت امتى بجمع البطاريات وامتى بطرح البطاريات وليه هنا موجب وليه هنا سالب؟ فهمتك انا الليله. صلي بينا عن الزين، صلي بينا عن الزين. كفاءه العمود او البطاريه اللي هي ايتا، النسبه بين فرق الجهد العمود الى قفضه الكف العمود اهو، ده قانون ايتا بتساوي الفي على الفي بي في 100، تمام. تعال عوض عن الفي، الفي اللي هي اي في ار، والفي بي الاي في ار زائد ايه الار. احنا انا لما قلت لك بره في بي بتساوي اي في الار زائد الاي في الار، انا باخد انا عامل مشترك يبقى ار زائد الار، انا معوض على طول هنا، انا معوض هنا على طول، تمام. والفي بتساوي الاي في الار، تمام. خدت هنا الاي مع الاي طلع لي القانون ده في الاخر، ار على ار زائد ار سمول في 100. دي الايتا، كفاءه العمود او البطاريه لها تعريف ولها قانون، بس بيجي عليها اسئله. بيجي عليها اسئله زي ده، كفاءه البطاريه 80% عندما تكون المقاومه الخارجيه كم مقاومه اسمول،
جالك ار بتساوي 3 ار سمول، ار بتساوي 4 ار سمول، ار بتساوي 5 ار سمول. تعال نركز هنا اقول لك جت ازاي. هو قال لك كفاءة البطارية 80%، 80% يعني 80 على 100. هو عاوز ان ار الار الخارجية بتساوي كام ار سمول. يبقى انا هنا هستخدم القانون ار على ار زائد ار سمول، اضرب مقص يبقى 80 ار زائد 80 ار سمول بتساوي 100 ار كابيتال. تمام، ودي دي هناك، هودي دي هناك باشاره مخالفه ال 80، يبقى هنا 20 ار بتساوي 80 ار سمول. تمام، بقسم هنا على 20 وهنا اقسم هنا على 20، يبقى الار بتساوي 4 ار سمول. تمام، ادي اهو حلينا المساله من قانون كفاءه العمود او البطاريه انا لو قلت لك عليه. صلي على الزين، صلي على الزين، صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. ركز معايا، هقول لك حاجه مفتاح كده تحل بقى اي حاجه. لما يقول لك زياده، لما يقول لك ايه قراءه الفولتميتر، لما تلقى روستات من بره استخدم القانون انهي يا باشا؟ استخدم القانون ده، الروستات من بره اللي هي المقاومه المتغيره، لما الجاها من بره كده غير لما الجاها من جوه. واقول لك تتحل ازاي. ادي الروستات من بره بستخدم القانون في بيساوي في بي ناقص الاي في الار. جالك زياده الروستات، زياده الروستات يعني التيار هيقل، وبمعنى كده ايه؟ ان قراءه الفولتميتر هنا تزداد. تمام، وفهمتك انا وشرحتها فلعلي. حلو، نيجي بقى لما الروستات من جوه، الروستات من جوه نستخدم في الاي في الار. قلنا احنا الروستات، الروستات زادت اللي هي المقاومه الخارجيه، المقاومه المتغيره، معنى كده ايه؟ التيار هيقل. اهو الروستات زادت، التيار هيقل، يبقى هنا ده هيقل، يبقى قراءه الفولتميتر تقل. تمام، تمام. يبقى انا تاني اقول لك تاني عشان تعرف تحل. الروستات من بره غير لما تبقى جوه، شوف جنب البطاريه غير لما تبقى بره، شايف؟ تمام، تمام. صلي بينا على النبي اهو تاني، اهو بتيجي والله بتيجي كتير كمان. الروستات من بره غير لما تبقى جوه، من بره بستخدم القانون ده ومن جوه بستخدم الاي، الفي بيساوي الاي في الار. الروستات زادت يبقى التيار هيقل والفولتميتر هيقل، شوف دي غير دي، هنا تزداد قراءة الفولتميتر، هنا تقل قراءة الفولتميتر، والاثنين عند زيادة الروستات. يبقى فهمنا الفرق ما بينهم. تعالى بقى نحل سؤال تاني عشان أأكد لك على ايه المعلومة في دماغك. شايف هنا، ركز معايا، ماذا يحدث لقراءة كل من عند زيادة الروستات؟ في هنا شايف الفي دي اللي فوق البطارية، قلنا انا الروستات من بره، الروستات من بره استخدم القانون اللي هو الفي بتساوي الفي بي ناقص الاي في الار. الروستات زادت يبقى التيار هيقل، يبقى هنا قراءة الفولتميتر اللي هي الفي دي تزداد. تمام، انا اهو عاملها تزداد صح عند زيادة الروستات. شايف هنا في واحد، دي في واحد عبارة عن ايه؟ قراءة الفولتميتر اي في الار. الروستات زادت يبقى التيار هيقل، في واحد هتقل. حلو، تمام، في واحد هتقل. طب انا عاوز اشوف في 2 حصل لها ايه. احنا قلنا في بي بتساوي في 1 زائد الفي 2. تمام، انا عاوز في 2، في 2 بتساوي الفي بي ناقص، ودي دي هناك باشاره مخالفه، ناقص في 1. دي قلت، الفي 1 قلت، احنا قلنا اهو قلت، يبقى اذا في 2 تزداد، في 2 تزداد. يبقى حل المساله كالاتي، انا اديت لك ايه مثالين عليهم، مثال المره اللي فاتت، مثال من شويه اهو، ارجع بالفيديو كده شويه هتلقى المثال، وادي مثال تاني وفهمتك الروستات لما تبقى بره بستخدم ايه، ولما الروستات تبقى من جوه بستخدم ايه. وفهمتك هنا، تلقى كل حاجه موجوده في المذكره بتاعتي متصوره بتصوير اضاءه عاليه، كل حاجه شغل على اكمل وجه ان شاء الله. ما عليك انك تذاكره بس. تمام، صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. فاضل لنا حته صغير هي اضاءه المصابيح. هفهمك إضاءة المصابيح بطريقة حلوة خالص، وتركز بقى وخليها في دماغك، ما تنساش العمر كله. الحالة الأولى إذا كانت ار سمول بصفر، يعني لو كانت مهمل إيه المقاومة الداخلية ولا موصل مع البطارية، يعني مش موصل مع البطارية مقاومة على التوالي، يعني البطارية مش جنبيها مقاومة على التوالي، يعني ولا كده ولا يعني مش موصلة، قال لك مش موصلة، أو ار سمول بصفر نشتغل بفرق الجهد. تمام، طب لو ار سمول لها قيمه او موصل مع البطاريه، يعني موصل مع البطاريه على التوالي، قال لك نشتغل بالتيار. تعال نشوف بقى في مثال
في مثال يعني على كده. تمام، صل بينا على الزين عليه الصلاه والسلام. دلوقتي في الدائره موضحه بالشكل، اذا احترق احد المصابيح، شايف الدائره؟ اه كان بص شكلها كده اهو، ادي هنا فوقيها فولتميتر. تمام، احترق احد المصابيح، احترق احد المصابيح، الدائره بقت مسبوق مفتوحه. كان احنا بنشتغل ال V بيساوي ال V B ناقص ال I في ال R، الدائره بقت مسبوق مفتوحه، وبالتالي هنا ال V بيساوي ال V B، يبقى مفيش تيار، يبقى هنا ده بزيرو، ال V بيساوي ال V B، يبقى قراءه الفولتميتر تزداد. شوف، تصبح الدائره مفتوحه وينعدم ايه التيار، التيار هينعدم، يبقى دي دي مش هيبقى ليها قيمه، يبقى ال V بيساوي ال V B، اذا قراءه الفولتميتر ايه تزداد. صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. في نفس الدائره، في نفس الدائره، اذا كان المصباحين متوصلين على التوازي، اهو تمام بيجي كده المصباحين، تمام، واحترق احد المصباحين، تمام، فان قراءه الفولتميتر. صلي على الزين عليه الصلاه والسلام. بس لازم يقول لك ايه، ار سمول لها قيمه ولا ملهاش قيمه عشان اعرف اشتغل. هنا مصباح احترق وار سمول لها قيمه، انا قلت لك ار سمول لها قيمه، نشتغل بالتيار. تمام، كانت مقاومه اللي كانت المقاومه صغيره، بقت المقاومه كبيره، التيار هيقل، التيار قل. تمام، تمام، كانوا اتنين توازي، بقت مقاومه واحده، المقاومه بقت كبيره، الاثنين توازي بتبقى المقاومه الكليه قليله، بقت مقاومه واحده بقت كبيره، يبقى التيار هيقل، معنى ان التيار هيقل. تعالى بقى نشتغل في القانون اللي هو في بيساوي الفي بي ناقص الاي في الار. تمام، التيار قل، هنا الفي بي تزداد، قراءة الفولتميتر تزداد. تمام، طب لما يقول لك تمام في نفس الشكل، اذا كان المصباحين متوصلين على التوازي واحترق احد المصابيح مع اهمال المقاومه الداخليه، انا قلت لك لما ار سمول بصفر نشتغل بفرق الجهد. طب فرق الجهد التوصيل للتوازي ثابت، قراءة الفولتميتر ثابته، قراءة الفولتميتر ثابته، ليه؟ لان ار سمول بالصفر والتوصيل التوازي فرق الجهد ثابت. تمام، يبقى هنا ادي، هنا ادي مساله فيها اضاءة المصابيح كله، فيها شغل على اضاءة المصابيح كله، شايف؟ تمام، امتى بنشتغل بفرق الجهد وامتى بنشتغل بالتيار؟ امتى بنشتغل بفرق الجهد وامتى بنشتغل بالتيار؟ المثال ده هتلقاه في الامتحانات، لما تيجي تحل بقى كتير وايديك تتحرك هتلقاه في امتحانات، وترجع تاني للحلقه هتفهم انا قلت ايه. يبقى المصابيح ليها هي حالتين، يا اما ار سمول لها قيمه، يا اما ار سمول بصفر. تمام، ولو ار سمول صفر يبقى مش موصل على جنب البطاريه مقاومه على التوالي، لان المقاومه على التوالي دي هي ار سمول، لو في مقاومه يبقى لها قيمه، لو مش موصله يبقى ملهاش قيمه. يبقى ركز في الكلام اللي انا بقوله ده، كله خلاص الدرس النهارده. يا رب يكون الحلقه نالت اعجابكم، واسف على التاخير نظرا للظروف عندي، وهيتم تكريم اللي جابوا 15 من 15 و14 من 15 في امتحان بتاع جروب الواتس، هكرمهم في الفيديو ان شاء الله اللي جاي، علشان ما اعوقش عليكم في الفيديو ده وينزل لكم في اسرع وقت. تاني حاجة انا هعمل جروب بتاع المتفوقين، الناس اللي شغالة معايا، هدخل كل اللي شارك في الامتحان فيه، مع تمنياتي لكم النجاح والتوفيق. لو عوزت اي حاجة عندكم رقم الواتس تحت في الوصف، وعندي الشغل كله هجمعه لكم في الرابط الوصف تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان معكم فاتح الشاي للثانوية، دعوة من قلبك يا حبيبي، السلام عليكم. انت